في 5 ثواني فقط، لا لا عشان لا، خمس نحسب. ثواني لا ماشي انت خلاص. بتتكلم 10 ساعات. في 5 ثواني لو قاعد جنبك، لو تم اختيارك فعلا نائب في المجلس القادم وقاعد جنبك نائب من بتوع المال السياسي، تعمل ايه معاه؟ اولا انا مش هقعد خمس جنبه، ثواني هو هيخاف يجي يقعد جنبي بصراحه، هتعمل له ايه لان يعني؟ الناس دي ما بتقربش مني في الدايره بتاعتي ايوه من دلوقتي. هتعمل له ايه لو هقول هو له بيخاف؟ تعالى خديني على حسابك.